في حضرموت الإيمان والتوحيد لا تكل ولا تمل جهود تخريج حفظة كتاب الله عز وجل، وكيف ذلك وهي التي انطلق منها نور الدعوة والهداية لتصل إلى جنوب وشرق آسيا والسواحل الأفريقية. ففي ليلة معطرة بآيات الذكر الحكيم احتفى أهالي المكلا بتخرج 130 حافظا وحافظة للقرآن الكريم وتكريم عشرات المعلمين والمعلمات. ها نحن اليوم نختتم فعاليات حفل وتخريج 130 حافظا وحافظة لكتاب الله عز وجل تحت إشراف مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية، وأيضا من ضمن هذه البرامج تخريج 10 مجازين بالسند إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحوالي خرجت المؤسسة أكثر من 500 حافظ لكتاب الله عز وجل منذ تأسيسها قرابة 14 عاما. الحفل التكريمي وهو الرابع من نوعه الذي تنفذه مؤسسة الفجر الاجتماعية الخيرية يأتي تتويجا لجهود استمرت لأربعة أعوام قضاها الخريجون في حفظ كلام الله وإتقان ترتيله وتلاوته بمختلف أنواع القراءات. المؤسسات الخيرية ومدارس تحفيظ القرآن وبالتعاون مع السلطات بالمحافظة تحرص على إجراء العديد من الأبحاث والدراسات المساعدة في تطوير أساليب دراسة القرآن وحفظه وإيجاد جيل قرآني خاليا من التعصب والتطرف. مكتب الأوقاف والإرشاد يدعم ويساهم ويساند كل الجمعيات والمؤسسات والمدارس القرآن، المساجد التي تخرج الجيل الطيب الجيل الصالح الذي يكون في مأمن من أفكار هذه الضالة. ويعيد تخريج مئات المجازين وحفظة الوحي المبين في حضرموت بين الحين والآخر الأمل في استعادة المدرسة الدينية الحضرمية لمكانتها الرائدة ودورها الوسطي في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم الحب والتسامح في منطقة تعصف بها الحروب والصراعات. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.